يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في هالمقطع اللي تعودنا كل سنه ان نقدمه، وهو اهم المميزات في التحديث الجديد لنظام الاي او اس. وهالسنه عندنا تحديث الاي او اس 12 او الاي او اس 12. المميزات مو وايد اللي فيه، ولكنها شيء قوي جدا. اهم ميزه موجوده في النظام هو سرعه النظام، زائد ان الجهاز صار افضل استخداما من السابق، من الانظمه السابقه للاجهزه القديمه ايفون 5S 6 6 بلس 6S 6S بلس وال7 الى اخره. فهذا النظام عدل هذه الاشياء، وهو تقريبا بالنسبه لي افضل نظام او تحديث نزلته ابل لانظمه الاي او اس. ما راح اطولها عليكم، خلونا نشوف المميزات اللي موجوده فيه. بعض المميزات راح اتكلم عنها بشكل سريع، ولكن راح اخصص لها وقت وفيديوهات ومقاطع خاصة فيها عشان نتكلم عنها ونعطيها حقها بالشرح، وشلون نقدر نتعامل مع هذه الأشياء. فخلونا نشوف شنو اللي عندنا من مميزات في نظام الـ iOS 12. بداية راح يكون في عندنا الفيس اي دي في فتح القفل للجهاز. ففي السابق كان إذا أنت بتحاول أن أنت تفتح الجهاز وما فتح معك لازم تحط الرقم السري، ولكن حاليا ممكن تعيد المحاولة، مجرد أن أنت ترد تجرب مرة ثانية راح يفتح معك الجهاز. فهذه أول ميزة موجودة عندنا، أن إمكانية إعادة المحاولة للفيس آي دي بدل ما تكون مرة واحدة. الميزة الثانية اللي موجودة عندنا وهي تجميع التنبيهات. فحاليا مثل ما احنا شايفين صار في عندنا إمكانية أن أنت تجمع التنبيهات بهذا الشكل، فوايد شكلها أفضل من السابق أن هي كانت تطلع لك بهذا الشكل السخيف جدا. ايضا في امكانية ان انت تتحكم في التنبيهات من خلال شاشة القفل بدال ما تدخل بالاعدادات. فاللي عليك ان انت اما تضغط على التنبيه نفسه وراح يطلع لك شنو الاختيارات اللي عليه، زائد اذا كنت قاعد تستخدم الايميل ممكن حاليا ان انت تقرأ الايميل كامل وتتحكم وترد على الايميل من خلال التنبيه نفسه، ما له داعي تدخل على التطبيق. في عندك الثلاث نقط هذيل، مجرد ان انت تضغط عليهم راح تطلع لك هذه القائمة، فممكن ان انت تتحكم بالتنبيهات لهذا التطبيق، يوصل لك بصورة او ايصال بهدوء انه يوصل في الباكجراوند او قائمة التنبيهات الخلفية، وما يطلع على اللوك سكرين او الشاشة الرئيسية، ولا يوصل لك صوت ولا يوصل لك شيء. فاذا ضغطنا عليها اي ايميل راح يوصلني الحين ببرنامج ايرميل ما راح يطلع لي بالشاشة الرئيسية، ولكن راح يطلع اذا دخلت على التنبيهات راح اقدر اشوفه، ولكن ما راح يوصلني لا صوت ولا تنبيه ولا اي شيء لهذا التطبيق. فمثل ما احنا شايفين الحين طلع لما دخلت على مركز الاشعارات، ولكن ما راح يطلع. اذا تبي ترده مره ثانيه تقدر تضغط على الثلاث نقط هذه مره ثانيه، او مجرد ان انت تسحب يمين للفتح او تسحب يسار للاداره ايصال بشكل بارز راح يطلع لك ويرد بشكل طبيعي. ايضا في عندك ممكن ان انت توقف التنبيهات مره واحده، او تضغط على الاعدادات راح يدخلك على اعدادات هذا التطبيق مباشرة، فتقدر التحكم في الاشعارات ملوته. وايضا في عندنا شكل جديد للاشعارات حاليا، في عندنا ان اذا تبي تطلع بشاشة القفل او تبي تطلع في مركز الاشعارات او تبي تطلع الاشعارات اذا يطلع لك تنبيه او لا، نمط الاشعار اذا تبي مؤقت او مستمر، اذا يطلع لك بشكل مؤقت او يطلع لازم انت اللي تشيله فراح يكون بهذا الشكل الجديد. في عندك هني اظهار المعاينات، هذه اذا تبي تتحكم انه في حاله فتح القفل اذا شفت التليفون راح يطلع لك المسج او ما يطلع لك المسج نهائيا، او دائما يكون افتراضي انه يطلع لك المسج او الرساله اللي واصلتك. الميزه الثالثه اللي موجوده عندنا هي التحديث التلقائي للنظام. ففي السابق كان لازم تدخل وتشوف التحديثات اللي موجوده، حاليا ممكن ان انت تحديثات تلقائيه تحطها موافق، فاي تحديث للنظام راح ينزل راح يتحدث الجهاز بشكل تلقائي. شيء كان موجود ولغوه بـ iOS 11 وردوه مرة ثانية هي إمكانية إغلاق التطبيقات في الخلفية بشكل أسرع من خلال السحب لفوق. هذه ما كانت موجودة، كان اللي عندك إن أنت تضغط وتنتظر لغاية ما يطلع لك آيكون بالأحمر تضغط عليه عشان تسكر البرامج. حاليا مجرد إن أنت تقعد تسوي سوايب لفوق فراح تتسكر معك التطبيقات في الخلفية. تطبيق جديد موجود عندنا حاليا وهو تطبيق القياس. هذا التطبيق راح يساعدك ان انت تاخذ قياسات لاسطح معينه او لاجسام او مساحات، مجرد ان انت تحرك التليفون وراح ياخذ لك القياسات باستخدام خاصيه الاي ار او الواقع المعزز. فعلى سبيل المثال الحين لو بناخذ قياس حق هذا السطح او التليفون او الجهاز
نقدر ناخذ بهالشكل. تقدر تاخذ شكل مثل ما احنا شايفين، فطلعت لك القياسات اللي موجودة للأسطح، بالإضافة انه تم وضع المستوى اللي كان موجود في البوصلة حطوه الحين هني، فوايد أفضل ان القياس يكون موجود هني بدل لا يكون في البوصلة. خلونا نتكلم الحين عن واحدة من أفضل المميزات اللي انضافت في نظام الـ iOS 12، وهو الاختصارات أو شورت كاتس. هذا التطبيق للناس اللي كانوا يستخدمون الورك فلو، ابل شرت برنامج ورك فلو ودمجته بنظامها الاي او اس. طبعا البرنامج عباره عن اوامر تمشي ورا بعض، تقدر ان انت ترتبها وتستخدمها. ممكن تستخدم الاوامر بشكل منفصل او تستخدمها مع سيري. فعلى سبيل المثال انا الحين مسوي اختصار اسمه سليب تايم، هذا مجرد ان انا ابي اروح انام اللي عليه انه يضبط لي الاضاءه، يخليها اقل من الاضاءه هذه، ينزل الصوت، يشغل المؤقت للوقت لمده 45 دقيقه ويشغل لي القران وقت النوم. فخلونا الحين نجرب ونستخدم سيري. يا سيري الى النوم. جاري تشغيل اختصارك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسنا أنشأت. بسم الله الرحمن. فمثل ما احنا شايفين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فاللي صار انه حط لي دو نوت ديسترب او عدم الازعاج، شغله، نزل الاضاءة، نزل الصوت، وشغل لي المنبه، وشغل الموسيقى او البلاي ليست اللي انا حاطه. فمثل ما احنا شايفين، هذا مجرد ان انت تحط لك الاختصار هذا. طبعا ان شاء الله راح اسوي فيديو كامل عن طريقه الاختصارات هذه وشلون اتحكم فيها واهم الاختصارات. فهذه اضافه وايد 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 حلوه موجوده في نظام الاي او اس 12، راح نتكلم عنها بشكل منفصل ان شاء الله. ميزه ايضا جديده وايد عظيمه، وهي مده استخدام الجهاز. هذا الشيء راح يساعد وايد ناس بتقليل استخدامهم والإدمان اللي صاير على الأجهزة في هذه الأيام. فلما ندخل عليه راح نشوف طبعا طريقة استخدامك لهذا أو مدة استخدامك للجهاز وبشنو قاعد تستخدمه. فعندنا الحين أنا مستخدم الجهاز صار لي 3 ساعات و3 دقائق، 51 دقيقة على الشبكات الاجتماعية، 27 دقيقة إنتاجية، و9 دقائق أخرى. فعندك لما تضغط عليها راح يطلع لك انت بشنو قاعد تستخدم الجهاز. فلو نلاحظ ان في عندنا قاعد استخدم الاعدادات لمدة 33 دقيقة والاختصارات 26، وعلى حسب التطبيقات. اذا دخلت على كل تطبيق راح يحط لك متوسط استخدامك اليومي لهذا التطبيق، عدد الاشعارات اللي قاعد توصل لك، فترة الاستخدام متى كانت، من الساعة كم لساعة كم، المدة، نوعية هذا التطبيق، العمر التصنيفي حقه، والمطور. تقدر ايضا ان انت تضيف حد استخدام، اذا كان في عندك مثلا تحس انه والله هذا البرنامج انت قاعد تستخدمه وايد، تقدر تضيف حد لهذا الاستخدام. فعلى سبيل المثال عشان نجرب، تقدر نحدد وقت مثلا دقيقة ونحط تخصيص ايام انه بستخدمه في هذه الايام لمدة هذا الوقت مثلا. لو نطلع راح نلاقي تطبيق انستغرام مظلل وعليه يمه بجانبه علامة مدة الاستخدام. لو اضغط عليه ما راح يشتغل، راح يطلع لي ان انا تعديت الوقت المسموح باستخدام هذا التطبيق. تجاهل الحد راح يطلع لك تذكير خلال 15 دقيقة، او ان انت تتجاهل لمدة يوم او طوال اليوم هذا. كذلك في عندنا لما ندخل على الاعدادات هنا راح نشوف التقاط الجهاز، كم مرة في اليوم انت قاعد تشيل التليفون وتشوف الاشعارات. فعندي اليوم وصلتني 137 اشعار من هذا الوقت الى هذا الوقت، وشنو اكثر البرامج اللي قاعد توصل لك منها اشعارات. فيحط لك استخدام يوريك ايش كثر ان انت قاعد تستخدم هذا الجهاز، وشلون تقدر تحد من استخدامك لهذه التطبيقات وتقلل من ادمانك لهذا الجهاز. في عندنا هني وقت التوقف، تقدر تحدد لك وقت ان خلاص انا ما بستخدم، تخصص لك جدول ان انت تستخدم التليفون باوقات معينه وما تستخدمه باوقات معينه، حدود للتطبيقات، السماح دائما لتطبيقات معينه حتى لو انت تبي توقف هذه الاشياء، وتحط لك قيود
للمحتوى والخصوصية. كذلك في عندك، إذا في عندك حسابات لمثلا أبنائك أو أجهزة ثانية، تقدر أن أنت تتحكم، وهذه الميزة المهمة اللي موجودة في هذا الشيء. فعندك الحين مثلا هذا الجهاز، جهاز مثلا ولد أختي، فاللي علي أن أنا أبي يستخدم الجهاز من هالوقت إلى هالوقت فقط، بعد الجهاز يوقف بدون ما أخذ التليفون منه وصراخ وهواش. فاللي عليك أن أنت تختار وقت الاستخدام والانتهاء، وتعين الوقت وتحط له البرامج، وأبي تغرير أسبوعي، وراح يطلع لك متابعة كلية لكل شيء هو قاعد يسويه بتليفونه. بالإضافة أن أنت ممكن تستخدم نفس الخاصية هذه أو الخواص هذه اللي موجودة عندك في جهازه، فتقدر تحدد له نوعية التطبيقات اللي يستخدمها، نوعية البرامج اللي يدخل عليها ويشوفها. فبإذن الله إن شاء الله رح أسوي فيديو مختص لآي كلاود وحسابات العائلة، طريقة التعامل معها، بالإضافة إلى طريقة تحكمك في أجهزة أبنائك والتعامل معهم، لأن هذا الشيء وايد مهم يا جماعة، أن نتعامل مع أجهزة أبنائنا بدون ما أن نحدهم وأن ناخذ الأجهزة منهم ونعلمهم أن هذه الأشياء غلط وما يصير يستخدمونها. أيضا بالنسبة للبطارية، صار في عندنا الحين حالة البطارية طلعت من البيت وصار موجود وشغال، وطريقة عرض استهلاك البطارية صار أوضح وأفضل وأحسن، فيوريك خلال آخر 24 ساعة مستوى آخر شحن، متى شحنتها وطريقة الاستخدام وشلون قاعد يمشي معاك استهلاك البطارية، بالإضافة إلى التطبيقات اللي قاعد تستهلك أكثر شيء عندك بطارية، تشغيلك للشاشة، شنو البرامج اللي قاعد تستخدمها فعليا، وشنو البرامج اللي قاعد تشتغل في الخلفية. فعندك هذه التطبيقات، وفي عندنا مثلا هني يكتب لك لما تضغط على التطبيق راح يطلع لك نشاط كل تطبيق واستهلاكه للبطارية. وممكن أيضا أن أنت تضغط على وقت معين تشوف الاستهلاك للبطارية وشنو البرامج اللي قاعد تستهلك البطارية بهالوقت. الحين في عندنا إضافات في تطبيق الرسائل، إذا بنكتب الحين عندنا قبل هذه لما تضغط عليها يطلع لك البرامج اللي موجودة حاليا، تطلع لك شريط فوق تقدر أن أنت تختار التطبيقات اللي تبي منها، تطلع الستيكرز أو الميموجي. فعندنا إضافات جديدة على الأنيموجي، انضافت عندنا أشكال جديدة 4، وهي الكوالا والنمر والغوست والتيركس، هذيل الأربعة الجدد، بالإضافة إلى الميموجي، تقدر أن أنت تسوي لك شخصية نفس الحبيب هذا مال جولي شيك، أهلا كيف حالكم، ما أدري ليش الشخصية دائما تخليني أتكلم كذي يعني. المهم الحلو فيها أن حاليا في عندك التون ديتكشن أو تتبع اللسان، فإذا طلعت لسانك يتبع، بالإضافة إلى تتبع حركة العين. فلو نلاحظ الحين أنه وأنا قاعد أحرك عيني قاعد يتبع هذا الشيء، وعندك التسجيل الحين صار لمدة 30 ثانية بدال ما كان 15 ثانية أو 10 ثواني كان، فعندك الحين التتبع ماله وايد أفضل. عندنا أيضا ممكن أن أنت تستخدم الكاميرا، أهلا وسهلا، وتقدر تضيف تأثيرات على التصوير. فإذا بنحط الحين تأثير هذا مع الجولي شي، أهلا يا هلا والله، هلا بالحبيب يا هلا والله، اهلا وسهلا. فتقدر تستخدم الاخ هذا مع جولي شيك، زائد تقدر ان انت تضيف مثلا تاثيرات او نصوص، نص برتقاله، هذا النص تقدر تخليه مثلا هني وعلى حركتك يتبع، فاي جسم او شيء متحرك راح النص يكون متحرك معاه، تقدرون ان انتم تسوون شيء وايد احلى من اللي انا مسويه. ايضا التاثيرات اللي موجوده هنا تقدر تغيرها وتشوف، فوايد اضافات حلوه في تطبيق الرسائل اللي موجوده في الاي مسج والمسجات. صار في عندنا تعديل كامل على تطبيق الصور والالبومات، مثل ما احنا شايفين كل شيء تم اعاده ترتيبه والتطبيقات صارت افضل الحين. قبل كان في عندك هنا ديسكفر او الميموريز او مومنتس، صار الحين لك هذا لك، يطلع لك اقتراحات المشاركه في عدد الاماكن او ذكريات معينه يطلع لك اياها، تقدر ان انت تختار شنو الذكريات اللي تبي تشاركها. بالاضافه للالبومات صارت بهذه الصوره، لو نلاحظ راح يكون عندك الحين نفس العرض السابق ولكن صارت افضل. بالالبومات صار في عندنا ترتيبها بهذا الشكل، في عندك الالبومات هني وهني، عندك انواع الوسائط والبومات اخرى مخفيه او الأشياء اللي تبي تشاركها. ومن التطبيقات اللي تم إعادة ترميمها بالكامل، واحد من التطبيقات اللي فعلا كنت أتمنى أنه يتعدل من زمان، وهو تطبيق
الكتب. فلو نلاحظ الحين لما ندخل عليه راح نلاقيه شيء جميل جدا جدا جدا. فراح نشوف طريقة عرض الكتب الحين صارت وايد أفضل وايد أحلى. المكتبة مالتك ترتيبها الحين صار أفضل. فممكن أن أنت تدخل على متجر الكتب تشوف شنو الكتب اللي موجودة، راح يعطيك نبذة عنها بهذا الشكل. وايد شكله صار أفضل وأحسن من قبل. طريقة العرض، طريقة الترتيب، الكتب نفسها شكلها صار أفضل من السابق، وأيضا طريقة ترتيبها وكتابتها صارت أفضل وأحسن من السابق. عندنا تطبيق ثاني تم تعديله وهو مذكرات صوت، صار أفضل من السابق، وصار أن أنت ممكن طريقة التسجيل صارت بهذا الشكل لو نشوف. فعندنا الحين شنو هو كلام، يلا مو مشكلة، الحين هو قاعد يسجل، وقفت التسجيل، تقدر أن أنت تعدل، تقص هذا الشكل، تغير، تقدر أن أنت ترتب، حذف أو قص، زائد أن أنت ممكن ترد تعيد تسجيل المقطع مرة ثانية. فأنت تستبدل الحين هذا الشيء، أبي استبدله من هني، تضغط استبدال فراح يبدي يسجل عليه من يده جديد. وايد إضافات حلوة، زائد أن أنت ممكن من خلال الإعدادات لتطبيق المذكرات الصوتية تقدر تحدد جودة الصوت تبي مضغوط أو دون فقدان بيانات، فيعطيك تسجيل أوضح وأفضل. كذلك في عندنا تعديلات على تطبيق البودكاست حق الناس اللي تتابع البودكاست أو تستمع لقنوات البودكاست. مثل ما احنا شايفين راح يكون في عندك البرامج والمكتبة والتصفح صار أفضل من السابق، تقريبا كأنك قاعد تستخدم تطبيق الموسيقى. أيضا تم تعديل الريتشابيليتي أو تسهيل الوصول. فلو نلاحظ قبل كان ينزل مجرد أنه ينزل لتحت ويعطيك الخلفية مثل ما هي. فعلى سبيل المثال لما نشوف هني مجرد أنه راح تنزل الأيقونات وراح تبقى الخلفية مثل ما هي، ولكن في نظام الـ iOS 12 مجرد أن أنت تنزل لتحت راح تنزل الشاشة كلها وراح يطلع لك السهم هذا. فهذا السهم ممكن أن أنت تسحب وتنزل، فراح يكون أوضح لك بالاستخدام والريتشابيليتي. شغلة وايد حلوة بعد انضافت في كلمات السر والحسابات. فعلى سبيل المثال لما ندخل على الحسابات هني تقدر تضيف كل إيميلاتك والحسابات ملوتك، زائد في عندنا كلمات السر للمواقع والتطبيقات. هني راح يتعرف على الوي او في بصمة الاصبع، تقدر تضغط عليها فيطلع لك كل الباسوردات اللي عندك. في عندنا اشياء وايد حلوة انضافت، نفس مثلا اذا بندخل على هذا الموقع فراح يطلع لك اسم المستخدم وكلمة السر والموقع اللي يستخدم هذا الحساب. الحلو فيه ان انت ممكن تشارك كلمة السر او اسم المستخدم، مجرد ان انت تضغط على كلمة السر راح يطلع لك نسخ او ايردروب، فمجرد ان انت تضغط على ايردروب تقدر تشاركها مع اجهزة ثانية. ايضا اسم المستخدم تقدر تشاركه. في شغلة ايضا وايد حلوة موجودة، فعلى سبيل المثال الحين عندك هذا الباسورد واليوزر نيم، راح يطلع لك خيار تغيير كلمة السر على الموقع. هذا الخيار يطلع لك ويكتب لك هذا الشيء ان كلمة السر هذه انت مستخدمها في اكثر من موقع وهذا شيء غير امن. فعندك مثلا هذا الموقع وهذا الموقع 58 موقع ثاني انت مستخدم فيه نفس كلمة السر هذه. فاذا حاب تقدر ان انت تضغط تغيير كلمة السر على الموقع، راح يدخلك على الموقع نفسه فيخليك تغير كلمة السر بشكل أسرع مباشر. تقدر تستخدم لكل موقع كلمة سر خاصة فيه. ومدام قاعد نتكلم عن كلمات السر، في عندنا إضافة انضافت على طريقة التسجيل في المواقع اللي تستخدم التوثيق بخطوتين. فعندنا مثلا إذا الحين أنت تبي تدخل، خلونا نجرب مثلا على تويتر، إذا عندك الفيس آي دي أو التاتش آي دي راح مجرد ان انت تضغط هني راح يعطيك سجيشن او الحسابات اللي ممكن تستخدمها لهذا الموقع. فانا بسجل بحسابي، راح يقرا البصمه الوي ويحط لك الباسورد، فما تحتاج ان انت تكتب. اذا انت مفعل التسجيل بخطوتين راح يعطيك انه راح ندز لك مسج. الحين ملاحظين الحين ما له داعي ان انت تطالع المسج او تنظر او تدخل على المسجات، راح يطلع لك على طول هني بهالشكل هذا. فمجرد ان انت تضغط عليه راح يكتب لك الرمز، تضغط ارسال وراح يدخلك على حسابه. في عندنا بعد تعديلات بسيطة على الماركاب. فعندنا الحين الماركاب ممكن ان انت تضغط تحدد درجة القلم او قوته، زائد كثافة او سماكة الخط نفسه، وممكن ان انت تختار الالوان هذه اللي كانت موجودة. وفي عندنا الويل هذا تقدر تختار الوان اكثر من السابق اللي كانوا موجودين هنا. وشيء اخيرا انضاف وهو المعجم. اخيرا تم اضافة معجم عربي انجليزي. فعلى سبيل المثال الحين في عندنا هذه الكلمة، نضغط عليها ونختار بحث في القاموس، راح يطلع لك مثل ما احنا شايفين
عندنا بحث بالعربي والإنجليزي. هذا ممكن أن أنت تفعله من خلال الإعدادات. لما ندخل على عام بعدها راح نروح إلى قاموس ونقدر نختار قاموس عربي إنجليزي. آخر ميزة موجودة عندنا اللي هي بالفيس تايم، لو نلاحظ الحين الفيس تايم راح يكون بهالشكل. فعندنا الحين لو نشوف الفيس تايم هني راح يكون بهالشكل، وهني راح يطلع هذا بالاي او اس 11، هذا بالاي او اس 12 راح يكون بهالصورة. وفي عندنا هني اضافات او اختيارات ثانية، هني راح يطلع لك اذا بتضيف ناس زيادة تقدر ان انت تضيفهم هني. في عندنا اضافة تأثيرات، تبديل كاميرا، وامر مختلفة تقدر ان انت تضيفها. فالتحكم اللي موجود الحين بالاي او اس 12 بالنسبة لي الفيس تايم صار افضل من السابق. هذه كانت هي المميزات اللي موجودة في نظام الاي او اس 12 بجانب نفس ما ذكرنا البرفورمانس او اداء الجهاز اللي صار افضل. اذا كان جهازك احد الاجهزة اللي موجودة بهاللستة فنصيحتي لك ان انت تحدث باسرع وقت تقدر عليه. كذلك مثل ما قلنا راح يكون في عندنا فيديوهات تفصيلية لبعض المميزات اللي ذكرناها، فلا تنسى تسوي سبسكرايب على القناة وتشغل التنبيه او الجرس عشان توصلك التنبيهات اول باول للمقاطع اللي ننزلها ان شاء الله. ولايك لايك اذا عجبكم المقطع، ولا تنسون تشاركون المقطع. شكرا لدعمكم ونلتقيكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. سين لام يعني سلام.